محني أهل الشرق والتنظيمات الموقعة على هذه الاتفاقية، مؤتمر البيئة الموارد قيادة الأستاذ أسامة سعيد، والجبهة الشعبية المتحدة قيادة نائب الرئيس خالد إدريس، والوفد الحكومي. أهنيكم جميعا وافتكر التوقيت على مسار الشرق ده قد كان في موقع او قد العملية بتاع السلام كله في موقع متقدم نحو تحقيق السلام العادل والشامل في السودان. بتوقينا على مسار الشرق نكون فتحنا الباب واسع نحو استكمال عملية السلام في بقية المسارات الأخرى، أي مسار مساري دارفور والمنطقتين. توقيع على اتفاق السلام أو مسار الشرق في مسار الشرق تؤكد رغبة الجبهة الثورية الصادقة نحو تحقيق السلام العادل في السودان.